سبيشال اوردر. لا ما هو مش هينفع انا افهمك ليه. اسمعي انت مني هنتجوز بقى وتنتني. لا لا دين ده والحاجات دي هنبسط. يا محمود قول له حاجه. هطلب ايدك من الهفا اللي قاعد جنبك ده اللي هو اخوك ده. هطلب ايدك منه ونتجوز. ثواني هتعرف مين الهفا يا بيه. ثانيه واحده بس هنتجوز ماشي. يلا بقى مينا. لا 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 ايه ده محمود. محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبصلي كده ليه؟ ديكي بقى كده في ايديا. افتح عزوزة وانا ملوش عوز. هتحس بيا يا استاكوز. يا لهوي بالي ما تيجاقول ده انا شفت يا ما ولا شفت زي. يا لهوي بالي بالي ما تيجاقول ده انا شفت يا ما ولا شفت زي. وانت راجعة بقد انتظار. والله كنت هتقلب على ده. ايه على العبط محمود. ايه انت طالق؟ انا هاخد ده. تعالى تعالى واحد. تعالى لي كده بقى. ايوه جميل. ايوه شفت هو بيرقص؟ ايه ده؟ ايه الطاقه اللي انت فيها دي يا شيخ؟ ايه ازاي؟ بص ايدي عامله ازاي. بص ايده. ايه رب. بص شعره يا محمود. ايه رب. ولا عينيه يا حبيبي. يا لهو على خدوده. يا لهو ده انت عليك. ايه ده في ايه؟ بص سمنته هو بيرقص. ده عليه سمانه. ايه ده يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ قتلت الراجل. لا حول ولا قوه. حسن حسن هو اسمه حسن. اه سيبهولي انا بقى. سلامت امو حسن ملان ومن حسد. وسلامتك يا حسن من الدب اللي حسد. سلامتها 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 امو حسن. وتواجن يا اختالي. شهر 900 عندك يا ام حسن. يا ام حسن هو انت بتاكل من ام حسن؟ ام حسن دمي. عشان كده كرشك جالب الزبادي. ابوس ايدك. لا لا ده انت كرشك مش طبيعي. كرشي لا هيقع يا وليا. لا هو ده. كيف انا عملت بيبي على نفسي ولا ايه؟ ايوه بقى كفايه كده. هيجي لي جفاف يا مفتريه مش انا. لا 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 كرش. بس شوف بص يا محمود كرش. بص بتاع ده بص الحمام. حمام عايز اروح الحمام. افتح جيبك افتح جيبك اعمل بيبي 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 والبصف يختي بيبي. اوعى الحياه يا رب اللي باقي. الحياه يا رب. بيبي انا هعمل بيبي في الجنينه بره. اعمل في الجنينه. هتجنني ام الحركه دي. دي بتاكل حاجه تبوظ. انت ده مش واكل معاكي خالص. الحاجات دي ما بتاكل. يا رب الخطه البديله. ان شاء الله البولغه تجيب حاجه معاك. شفشف زنوبه يا محمود. ان شاء الله. يعني ده اللي هيجيب نتيجه؟ يعني قالوا لي كده ده اللي هيجيب نتيجه. ماشي يا محمود ان شاء الله. مش الناس الجامده دي. ابوس ايدك دول اللي فاضلين لنا. فادي احسدين انا. يلا 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 على الجنينه. يلا ده بقول لك في جنينه حلوه قوي هنا. بص سد لابسه. لا سد لابسه حلوه قوي. اديك ابن الرصيه. سد ايه؟ الناس اللي فوق حبايبنا. هيقعوا بالبتاع. والله هيقعوا. انا اسف ليك. خش جوه. مراد يا مراد انت فين يا مراد؟ انت فين يا دكتور؟ اتأخرت ليه يا دكتور؟ جايبني على ملا وشي ليه يا مراد؟ انا متبهدل يا دكتور.
في ايه بس؟ مراتي فطحاني ومبهدلاني مع الناس كلها باللدغه بتاعتها دي. طب ما تجيبوا لها دكتور. انت اهبل ولا ايه؟ امال انت جاي تعمل ايه؟ ايوه ايوه صح. بقول لك مبهدلاني ده، انا امبارح ها كنا مع مهندس الديكور جاي يغير لنا الصالون، فبتقول له بص انا هخليك تعمل الصالون ده على ذوقك، بس اهم حاجه يبقى على احدث طراز. احراق طول الليل والله العظيم بهدلتني. خلينا نخش في مهم يا مراد. ايه؟ خلينا نخش في مهم دلوقتي. الحروف الابجدية كم حرف؟ 28 حرف. طب ما ليها حق تتلخبط؟ والله 28 حرف ده كتير قوي، كويس انها حفظتهم. انت جاي تعالجها ولا تستهبل؟ خلينا نناقش الموضوع بالنظرية والحل. دلوقتي عندها كم حرف بايظ؟ 2. بقى كم ال 28؟ 26. طب ما ده سن كويس للجواز. انتوا متجوزين؟ انا مش ناقص شلل يا دكتور النيل. انا بس عايز افهم، انتوا خلفتوا حاجه ولا لسه؟ خلفنا ايه؟ خلفتوا حاجه ولا لسه؟ لا ما خلفناش. لو ما خلفتوش ما تجي لي العياده بقى احشي لك الضرس الفوقاني ده، وبعدين انا جبت جهاز ممتاز والله. انت دكتور ايه يا؟ انا ايه بقول لك ايه، ركز معايا. انا عايزك تلصمها لي بس ان شاء الله نص ساعه نعدي العيد ميلاد. لا شوف اي حل، بس عايزها تنطق عادي، الناس بتتريق عليها وبتقعد تعيط وانا اقعد ادادي فيها والحاجات دي. مراد اطمن يا مراد اطمن، انا هديها علاج مؤقت بس يمشيها بس فتره العيد ميلاد. اما نشوف بهبلك ده هتعمل ايه. هي فين؟ هي في اوضه المكتب، تعالى معايا. طيب ماشي. السودانية الفولية اللذيذة حلاوة طنطم شبيك. السودانية الفولية اللذيذة حلاوة طنطم شبيك. واحد زي من أم الشغل في المكان ده، ناس بخلة وسحتجية. كل ما أقول لهم هات جنيه يا باشا، التانية تقول له مياد، لا يا مياد أوعى، يقول لك جيبوه جيبوه، معاقين والمصحف. أما نادي الزفتة دي برضه تساعدني. اعتماد اعتماد، الراجل ده عليه صوت مش طبيعي. اعتماد مال صوتك يا حاج؟ ايه ده انت ايه ده انت مركب مكبر صوت يا عم انت ولا ايه؟ قول لي ايه اللي حصل يا حاج؟ ايه هو ايه اللي حصل لصوتي؟ انت شارب هيليوم ولا ايه؟ ده انا شارب شاي عادي والله، بس شكله شاي العروسه. دول بقى شرحان ونفيزة بجد. الله يخرب بيتك، عملت فيهم ايه؟ كبرتينا للعريس. لا حول ولا قوة الا بالله. انا اسف يا جماعة، هي حالة بسيطة. او انا عملت ايه طيب؟ ادور في الشنطة واجيب المفيد. طيب ماشي. ثانية واحدة بس دي كده. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. معلش عشان الشمس بتحرق عينيها بس. سلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة الا بالله. بص الراجل ده لابس ايه؟ انا اسفين اسفين، تعال اكل دماغي. عايزين ننادي على الضيوف يا جماعه عشان التورته. يا زينب يا زوزه. ايوه يا مراد. ايه ايه؟ ايوه يا مراد، عايزه اقول لك على حاجه مهمه. انت بتقولي ايه؟ مراد مراد، انا خفيت يا مراد. عملها اللهبل. هو فين الدكتور؟ هو فين؟ فين الدكتور؟ هو فين يخرب بيته؟ ده عمل معجزه. هو فين ده؟ انا كنت دكتور. يا عظيم يا عظيم، انا اللي كنت بقول لك عليه اهبل. ابوس ابوس، انت عظيم. الف مبروك يا مياد. ميادك بقى الساخ سليم من النهارده، مفيش فس. انت ضحيت بنفسك يا دكتور. طب والحاله دي هتستمر تمام كده؟ خلاص خفت خالص؟ يا الحاله دي مؤقته. مؤقته ماشي، كتر خيرك والله. يعني اتكل انت على الله بقى. يلا سلام. سلام عليكم. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. يلا نص ساعه كده عشان بس الضيوف. زي ما كنت تعبان وارتحت. الحمد لله الحاله كانت صعبه والحمد لله. ازيك يا مراد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انا زعيانه من ايه؟ ايه دي راحت. زعيانه ايه؟ عشان انت اتيقت عليا يا مؤديك السجواي حياقي شعي. انت عامله محمد هنيدي في تيتا رهيبه. ايه ده اللي انت بتعمل؟ ايه حمام؟ طب روح الجنينه هناك. الجنينه؟ اه بس اوعى تزروت حاجه. لا هحفر حفره واعمل فيها ورد بعد ما اخلص، ما تقلقش. حمام؟ امال فين الناس؟ يلا يا جماعه المعازيم فين يا جماعه عشان التورته؟ احنا هنا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه ده ليه حضرتك مخبي المدام كده؟ اصل احنا صعايده وحريمنا ما تتكشفش على حد. يا راجل حرام عليك، بلاش تقفيل، خلي الست تسلم علينا يا اخي. ما هو ما ينفعش تسلم عليك لمصلحتك يا اخي. احنا ناكل لقمه ونغور في داهيه. لا يا استاذ عيب، انتوا ضيوفنا. لا لا ارجوك اوعى عشان اسلم على المدام. مساء الخير. اوبا بسم الله ما شاء الله، عشان كده مخبيها.
متجوز ست مليانة ها؟ تعال. تعال. ايه يا فندم؟ انت راجل محظوظ. ليه؟ عشان متجوز ست مليانة دول أحسن ستات، بس في مشكلة. كان في واحد صاحبي قبل كده متجوز واحدة مليانة ونزلت كاردون مباني. لا ما تقلقش، تعالى يا حبيبتي، أنا مظبط مع الحي. مع الحي بتاع المحافظة؟ آه. لا ما ينفعكش. لا إيه؟ أنت عايز الحي القيوم عشان ينقذك من المصيبة اللي أنت فيها. معلش. سيبه لي يا محمود أتعرف عليه شوية. طلبتها ونلتها. منورانا. طلبتها وهتنولها. انت غريب يا استاذ في ايه؟ ما تسيب الست ترحب يا اخي. ايه يا محمود في ايه؟ معاك مدام كريمان. اهلا بحضرتك، انا مراد حضرتك. ازيك بوس زينب؟ اهلا اهلا. نفسي اوريكي بقى البروش الالماس اللي انا جبته لها هديه عيد ميلادك. لا ده انت توريهوني بقى. طبعا وريهوني. ده بنص مليون جنيه. آه. ايوه نص